أحسن الله إليك. المرسل ألف عين يقول في سؤال الأول: ما حكم تقديم النذور إلى الأولياء؟ سبقت الإجابة عن ذلك، أن فعل أي نوع من أنواع العبادة للأولياء من ذبح أو نذر أو طواف أو تبرك أو غير ذلك، أن هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. نعم.